السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل خير. إن شاء الله يا جماعة النهاردة أنا مقدم لكم الفيديو ده، إن شاء الله بقدم فيه اعتذار لجميع السادة المشاركين اللي كانوا معايا على قناة ذا فيوتشر القديمة، لأن القناة يا جماعة اتسرقت وتم انهاء الحساب بشكل نهائي على اليوتيوب بعد تعرض القناه للسرقه من احد المواقع او احد الهاكرز اللي دخل استطاع ان هو يدخل على الكمبيوتر عندي يا جماعه من خلال فيروس الفيديا اللعين، وقدر ان هو يسرق جميع بيانات القناه من على الكمبيوتر، لان انا كنت حاطط جميع البيانات الخاصه بالقناه للاسف يعني، وقعت في خطا كبير. ودي برضو رساله بوجهها لجميع الناس اللي بتشوفني يا جماعه، اوعى تخلي بياناتك الشخصيه او اي حاجه خاصه بيك على الكمبيوتر، لان انت ممكن تتعرض للاختراق بسهوله جدا، وممكن يتم سرقه جميع الملفات اللي عندك وجميع بياناتك الشخصيه واي حاجه تخصك، وممكن يتم ابتزازك بعد كده. فده رساله برضو لاخواني يعني المشاهدين والمتابعين، احذروا يا جماعه الاختراق. والله تم اختراق الجهاز عندي، ونتيجه ان انا كنت مسطب نسخه جديده للجهاز وما عملتش برامج حمايه، فتم اختراق الجهاز بسهوله، وقدر الله يسامحه بقى، لا يعني لا نملك الا ان نقول قدر الله وما شاء فعل. القناه كان عليها 24,000 مشترك، تم سرقتها يا جماعه وتم انهاء الحساب وحذف جميع الفيديوهات بشكل نهائي من على اليوتيوب. ان شاء الله يعني، وبناء على رغبه كتير من الناس اللي راسلوني والله على الواتساب والفيس وماسنجر في ان القناه فين القناه راحت فين وفين الفيديوهات. فان شاء الله يا جماعه انا وعدتهم ان انا هعمل قناه جديده، وبعد ما كنت خدت قرار صراحه ربنا ان انا مش هعمل قنوات خالص على اليوتيوب، لكن بناء على رغبه يعني كتير من المشتركين اللي هم بصراحه يعني والله انا بشكرهم جدا على شعورهم الطيب معانا، تواصلوا معايا وقالوا لا لازم تعمل قناه جديده وتقدم فيها شروحات اللي انت كنت بتقدمها. فوعدتهم ان شاء الله ان انا نعمل قناه جديده، وبالفعل عملت يا جماعه قناه جديده اسمها عيد ميكس او عيد منوعات. ان شاء الله يا جماعه القناه تبقى منصه جديده نقدم فيها كل ما هو جديد وحصري ان شاء الله من برامج تعليميه واقمار صناعيه وطرق مشاهده القنوات الرياضيه باذن الله يا جماعه، وكل ما هو جديد وكل ما يفيد المشاهد ان شاء الله يا جماعه. فتمنياتي ان شاء الله ان المتابعين او المشتركين اللي كانوا معانا على القناه يساعدونا بالدعم مرة أخرى بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس يا جماعة ومشاركة الفيديو، عشان نقدر نقدم كل ما هو حصل وكل ما هو جديد إن شاء الله على القناة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.